التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ادراك للدراسات الاستاذ باسل حفار. اهلا بكم استاذ باسل الى هذه الجوله الاخباريه. انباء عن تدمير الطيران الروسي للمشافي المركزيه بدرعا الشرقيه، برايك ما اهداف الروس من قصف المشافي وهل تطبق خطه الارض المحروقه في درعا؟ حياكم الله، تحية لكم ولمتابعيكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة نحن شاهدنا هذا النهج سابقا في أكثر من منطقة، وعلى مقدمتها كانت يعني المعركة الكبيرة والمأساة الكبيرة التي حصلت في حلب على يد الروس عندما هاجموا كل المرافق الصحية والمرافق المدنية، ويبدو أنهم يكررون نفس النهج ونفس الطريقة ونفس الوحشية اليوم في جبهة الجنوب السوري وفي منطقة درعا وما حولها. ايضا شاهدنا هذا الامر في فتره من الفترات في محافظه ادلب، وشاهدناه في مناطق دمشق وفي الغوطه وغيرها من المناطق. في كل التجارب التي خضناها مع الروس، وفي سواء كانت تلك التجارب التي المصحوبه بحراك سياسي او بمسار سياسي، او تلك التجارب التي اقتصرت على الجانب المواجهه العسكريه، في كل الاحوال يبدو انه الروس مستمرون في عمليه التطهير العرقي، مستمرون في عملية التغيير الديموغرافي، مستمرون في عملية إحراق الأرض، مستمرون في عملية الإيقاع بالمدنيين ومهاجمة المرافق المدنية تحديدا، وكأنهم يعاقبون الحاضنة الشعبية على وقوفها ضد هذا النظام وعلى وقوفها إلى جانب الثوار. نعم، ألمانيا طلبت النظام بالوقف الفوري للأعمال العدائية على درعا، هل تعتقد بأن النظام والروس مستعدون لإيقاف العمليات في درعا؟ الحقيقة لا، يعني من ناحية الاستعداد لا يمكن أن نلزم، لكن لا يبدو أن هناك نوع من الاستعداد أو نوع من الرغبة لا لدى الروس ولا لدى النظام ولا لدى إيران لإيقاف هذه العمليات. هم يعني يتسابقون إلى إيقاع أكبر عدد من المدنيين ولا يلتفتون عادة للمطالبات الدولية، وكما قلت آنفا شاهدنا هذا النهج في التجارب السابقة، وأيضا كانت هناك مطالبات ومناشدات دولية ولكن لم يلتفت لها أحد. في حال سيطر النظام على درعا أو انسحبت فصائل المعارضة من درعا، كيف سيكون المشهد السوري برأيك؟ الحقيقة النظام وأطراف النظام وحتى بعض الجهات من الحاضنة الشعبية الخاصة بالنظام تبشر من الآن بالانتقام، وتبشر من الآن بتفريغ الأحقاد، وتشير إلى درعا على أنها مصدر الفتنة وستكون مقبرة الفتنة، ويقول أنهم الآن يؤيدون الفتنة وأنه يجب بهذه البقعة أن تختفي عن وجه الأرض وغيرها من العبارات التي تحمل في ثناياها والشعارات والطروحات التي تحمل في ثناياها يعني معاني الحقد والرغبة بالانتقام والرغبة بإيقاع القتل والإجرام بحق المدنيين وحق أهالي هذه المنطقة. نعم، أستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.